Là, c'était l'endroit dans lequel nous habitons. تضحك هذه الطفلة مع أبيها وتنضم والدتها لهما مبتسمة بابتسامة كانت الأخيرة. فهذا اللاجئ الكاميروني الذي يبكي بحرقة، لا الدموع تبرد جمر صدره ولا الصورة السعيدة كانت حسن الختام بعدما صدم بموتهما بصورة أخرى أظهرت زوجته وابنته تغمرهما الرمال في الصحراء بين تونس وليبيا. أصابني الإعياء، سرنا لأربعة أيام دون أن نأكل أو نشرب. طلبت مني زوجتي أن أحاول النهوض والمتابعة لإنقاذ الطفلة على الأقل، لكننا تهنا عن بعضنا في نهاية الأمر. بعد 7 سنوات في ليبيا كسب خلالها رزقه من مهنة طلاء جدران، قرر اللاجئ المفجوع بعائلته المغادرة لتونس مع ابنته وزوجته، لكنهم لم يتمكنوا من عبور المركز الحدودي لافتقارهم إلى وثائق قانونية وتاهوا في الصحراء. أخذوا هواتفنا وكسروها أمامنا ووثائقنا وهددونا بالسلاح، ضربونا وفتشونا، جلسنا على الرمال تحت الشمس لمدة طويلة. خلف كل وجه مكفهر من وجوه هؤلاء اللاجئين الناجين قصة عطش سارت معه على الرمال الساخنة حتى وصل إلى مركز اللجوء هذا. هلا العلي، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.